سعيده بقى ان انا موجوده في الويف دي من القسمه والثايرويد اورنس داي، وسعيده اكتر ان انا يعني بين اهلي وبين اصدقائي في الاسماعيليه واساتذتي. وبنشكر شركه العمريه يعني شكر جزيل على رعايه هذا اليوم. احنا بنشكر حضراتكم وشكر جزيل جدا، لان شركه العمريه النهارده الكلام عن النوفو كوبال والنيوروفيت واحنا بنتكلم على الثايرويد، فاحنا بنشكرهم شكر يعني عظيم جدا على رعايه هذا اليوم. الجلسة الأولانية كانت صاخبة، كانت اتكلمت على الهايبر ثايروديزم دكتور إيهاب ودكتور أحمد تاج. الجلسة الثانية على الهايبو ثايروديزم على أساس أنه هو ذا موست كومن يعني ديزيز اللي بيحصل في الفيميل، بس أعتقد أنها مش هتبقى جلسة هادية ومنها مش فيها هايبوغليتيميا، أعتقد أنها هتبقى أكثر سخونة من الجلسة الأولانية. فأنا اخترت العنوان بتاعي هايبو ثايروديزم إن أدلت تريتمنت إت إز أن آرت أند ساينس. في مقولة جميلة جدا جدا دكتور أحمد تاك كان بيتكلم على ريليشن شيب ما بين الثايرويد اند هارت. في مقولة بتقول when the thyroid speak the heart listen، واحنا هنقول النهاردة when the thyroid speak all the system will listen. فاحنا هنتكلم على الهايبوثايروديزم ان ادلت تريتمنت از ان ارت اند ساينس. هتكلم على كلينيكال كيس سيناريو كده بسرعة. دي في ميل بيشنت، اعتقد الدايليما دي كلنا احنا بنشوفها في يعني في العيادات بتاعتنا. 35 سنه، وزنها 60 كيلو، تي اس اتش بتاعها 46، تي بي او بتاعها 200، هي اوتو اميون هايبوثايروديزم. بدات على ال ثايروكسين 100، تي اس اتش بتاعتها جت في الفولو بتاعها تي اس اتش بتاعها 2 وصلت للنورمال. بعد كده مشت راحت لدكتور تاني لقت ان التي اس اتش بتاعها 20، الدكتور التاني ده زود لها الجرعه بتاعتها فوصلت ل 0.00 بقت هايبر ثايروديزم او اوفر كوركتد. وبعد كده رجعت لي تاني والثايرويد بروفايل بتاعتها حوالي 23. طيب الاجنده بتاعتي النهارده الكوزز بتاعه الهايبوثايروديزم، هناخد جنرال اوفر فيو كلينيكال بيكتشر، ايه الفاكتور اللي افكتنج ذا دوز بتاعه الهايبوثايروديزم، الايج والويت والاسوشيتد ميديكال كونديشن، ومن ضمنها هنقول النهارده دكتوره سهام حاجات الليفر وحاجات الجي اي تي اللي هتافكت معايا. واعتقد ان الهايبوثايروديزم ان ادلت هيهمني ثلاثه كاتيجوري هتكلم عليهم، سواء البيشنت اللي انا عرضتها الاولانيه او البريجننت فيميل او البيشنت الالدرلي. الكوزس اوف هايبوثايروديزم، احنا عندنا كتير جدا من هايبوثايروديزم موجودين، سواء الجراح شالها نتيجه جويتر او مالتي نودلر جويتر، او سواء انها اوتو اميون هايبوثايروديزم الهاشيموتو ثايرويدايتس ذا موست كومن كوز، او ان هو خد راديو اكتيف ايودين وتحول من ثايروتوكسيكوزس لهايبوثايروديزم، او سنترال هايبوثايروديزم نتيجه ديفكت الموجود عندي في البيتيوتري، او نتيجه بعض الدراجز اللي ممكن تعمل هايبوثايروديزم. دي يمكن الكلينيكال بيكتشر او الصوره الكلاسيكيه بتاعه الهايبوثايروديزم اللي بتجيلنا فيها. حضرتك سالتي على التيبيكال بريزنتيشن، هنتكلم على التيبيكال بريزنتيشن. العيان ممكن يبقى جاي ببرادي كارديا، يبقى جاي بكونستيبيشن، بكولد انتولرانس، الفيميل جايالي بدراي سكين او منستيرال ايريجولاريتي او بديبريشن، او ساعات بمسل كرامبس، وساعات في اتيبيكال بريزنتيشن كتيره جدا جدا. واعتقد ان الثايرويد دلوقتي اوفرلوكد. اوفرلوكد يعني ايه؟ اي حاجه بتحصل لاي فيميل بتروح تعمل تي اس اتش وتدور تشوفها هي هايبوثايرويد ولا لا. لازم نعرف ان ال ثايروكسين هو التريتمنت اوف هايبوثايروديزم انتل ناو، وموجود تقريبا من سنه 1949، بس احنا مهمتنا كاطباء ان احنا نعمل تريتمنت للهايبوثايروديزم ده من غير ما نعمل اندر تريتمنت اور اوفر تريتمنت زي ما العيانه اللي كانت موجوده عندي. عندنا there is no other treatment for hypothyroidism other than التريتمنت اللي هو الموجود. وللاسف التريتمنت لو لونج هاف لايف حوالي 7 ايام، فالليفوثايروكسين از ذا بريفيرد فيرست لاين تريتمنت فور hypothyroidism. يمكن دي الدوزات اللي احنا بنستخدمها في تريتمنت اوف hypothyroidism، سواء السب كلينيكال hypothyroidism او الاوفرت hypothyroidism. سواء السب كلينيكال احنا بنستخدم 1 مايكروجرام لكل كيلو جرام بودي ويت حوالي 25 ل 75، او الاوفرت اللي احنا بنستخدم بقى على حسب البودي ويت 1.6 لغايه 1.7 لو عندي عيان اقل من 50 سنه. لو اكتر من 50 سنه ببقى اقل شويه بالنسبه للدوز، ولو عيان عنده كاردياك ديزيز ببقى اقل واقل، وببقى كوشس قوي وانا ببتدي مع العيان في الدوزز بتاعتي. ايفن ان انا ممكن استخدم من 12.5 او 25، اور ايفن كمان ان انا ابقى اقل من 12.5. يبقى احنا متفقين احنا بنحسب الدوز للعيان اكوردنج تو ذا بودي ويت، بنبتدي من 1.6 ل 1.7 لان هبدا بفول دوز، والعيان عنده اوفرت هايبوثايروديزم. لو العيان عنده سب كلينيكال هايبوثايروديزم انا هشتغل بدوزز اقل من كده.
الريكومنديشن كانت واضحه وصريحه، ثايرويد هرمون ثيرابي شود بي انيشيتد از انيشال فور ريبليسمنت او بارشال ريبليسمنت على حسب ده اوفرت او سب كلينيكال هايبوثايرويديزم. هتابع بعد قد ايه؟ بعد الخطوه الاولانيه بعد 4 لـ6 أسابيع، مش بعد اسبوعين ولا 3 ولا 4. لو 4 ده لو انا بلاننج فور بريجننسي ممكن ابقى اخد 4 أسابيع. العيان هيجي لك بعد تحليل تي اس اتش ما نزلش ليه يا دكتور، فلازم تفهمه ان احنا لازم نيجي بعد 4 لـ6 أسابيع. هتفرق الدوز معايا؟ هتفرق الدوز معايا لو الاماونت اوف ريزيدوال فانكشن ريتيند باي ذا بيشنت. يعني ايه؟ لو العيان عنده هاشيموتو ثايرويدايتس ولا العيان عنده شال اصلا الثايرويد كلها على بعضها. البادي ويت بتاع العيان، لو العيان عنده موربيد اوبيزيتي ولازم اخد البادي ويت ولا هاخد البادي ماس اندكس زي ما هنعرف مع بعض. انت عايز توصل لتي اس اتش قد ايه مع العيان؟ انت التارجت بتاعك مع العيان قد ايه؟ لازم اخد الايج بتاع العيان كمان البارامترز بتاعتي والسكس والمونوبوزال ستيت البريجننسي، لانها من الحاجات اللي بيبقى بالنسبه لي ليها يعني افكت. وكمان الجي اي تي فانكشننج مي بي امبورتنت في سبيسيفيك بيشنت وعلى سبيسيفيك تايم. طيب لو البيشنت ان كيس اوف سيرجيكالي اسيروتيك بيشنت، الدوز بتاعت اللي سيروكسين ريكوايرد مي بي تبقى سلايتلي هاير عن البيشنت اللي عنده هاشيموتو ثايرويدايتس، لان الهاشيموتو ثايرويدايتس ممكن يبقى لسه عنده بعض التيشو اللي ممكن تبقى اوريدي لسه موجوده. طيب هاخد على ايه؟ انا ممكن الدوزات اللي انا عرضتها لحضراتكم عرضتها اكوردنج تو البادي ويت اللي موجود عند العيان، بس في بعض الفورمولاز اللي احنا بنستخدمها ممكن نستخدم البادي ماس اندكس. ولو العيان كمان عنده موربيد اوبيستي، لو انا استخدمت الاكشوال ويت بتاعته ممكن ابقى اوفر كوركتد مع العيانين بتوعي. فممكن استخدم اول حاجه البادي ويت او استخدم البادي ماس اندكس او استخدم التي اس اتش. دي بعض الفورمولاز اللي هي دي مثلا مثال 55 years old woman جايه بسيمتومز اوف هايبوثايرويديزم، التي اس اتش بتاعها 45، لو حسبت لها اكوردنج تو بادي ويت عندها هتطلع تقريبا 114. طب لو حسبت لها اكوردنج للتي اس اتش ليفل وخدت الحاجه الثانيه هتطلع حوالي 130. يعني لو متوسط ما بين الاثنين هنقول ان هما الاثنين موجودين يعني قريبين من بعضه. طيب هناخد انهي بقى؟ هناخد البادي ويت ولا هناخد الايديال بادي ويت ولا هناخد اللي هو البادي ماس اندكس؟ احنا الدوز اللي احنا بنحسبها بتبقى اكتر بالبادي ويت. طيب لو خدنا البادي ماس اندكس او خدنا الايديال بادي ويت او حاجه بنسميها الادجستد بادي ويت، ده في العيان الموربيد اوبيز اللي انا لو استخدمت الويت بتاعه هيبقى الويت كتير وهيبقى اوفر استيميتد. طيب في حاجات تانية الويت بتاعنا بيفرق طبعا، العيال لما بيكبر في السن فالويت بتاعه بيقل، فممكن الجرعات بتاعته بتقل. بس نخلي بالنا ان في بعض انواع البارياتريك سيرجري وعلى رأسها اللي هو الجيجنال باي باس ممكن الجرعات بتاعتنا بتزيد في عيانين لان الابزوربشن بتاع الثايرويد هرمون بيقل. تاني كاتيجوري موجود عندي وهو الالدرلي، ناخد بالنا من الايجنج في الناس الالدرلي والدوزس بتاعه ال سيروكسين اللي انا ممكن استخدمها في عيانين اللي عندهم ايجنج او اللي هو الالدرلي اللي هو اكتر من 65 سنه. اولا وزنه بيبقى قليل فممكن تبقى جرعاته قليله، ده رقم واحد. رقم اتنين ان تي اس اتش ريفرنس رينج بتاعته مختلفه عن الناس اللي هم صغيرين، واحنا بناخد تي اس اتش رينج تقريبا بيوصل لستة او سبعة في العيانين دول. يعني احنا لو عيان جالي إلدر لأكتر من 65 أو 70 سنة تي اس اتش بتاعته 5 ممكن يكون ده النورمال بتاع العيان ده. طيب هناخد ايه كمان بالنسبه للكونسيدريشن بتاعتي؟ ان العيان ده ممكن يكون عنده كاردياك مانيفستيشن لاي حاجه، ممكن عنده هارت فيلير، عنده اي اف. فنخلي بالنا واحنا مع العيانين دول ان احنا نكون كوشس واحنا بنديهم الجرعه بتاعه ال ثايروكسين. وحتى الجايد لاينز كانت صريحه جدا، قالت ان جنرال ال ثايروكسين شود بي انيشيتد ويز لو دوز اند ذا دوز تايتريتد سلولي بيزد على السيرم ثايروتروبينين ليفل او اكوردنج تو ذا تي اس اتش. ده مثال لعيانه اهوت 81 سنه، حطينا بين سؤالين، واحد عنده هايبوثايروديزم وعنده كروناري ارتري ديزيز واوستيو ارثرايتس. الفيزيكال اكزامينيشن ريفيل ديسكانت ثايرويد تيشو عندي اوستيو ارثريتيك تشينج. تي اس اتش بتاعته تقريبا 5.6. طيب الابروبيت دوز ادجستمنت على العيان ده هيبقى قد ايه؟ انا دلوقتي العيان ده واصل لغايه 5.6 وهايبوثايروديزم والدنيا بالنسبه له كويسه جدا، خلاص مفيش دوز ادجستمنت. التي اس اتش بالنسبه للعيان ده كويس جدا اكوردنج تو الاوفر اول بوبيوليشن. طيب الهرمونال تشينج هتفرق معايا؟ هتفرق جدا جدا معايا وخصوصا مع البريجننسي.
نعرف مع البريجنسي ان في فيسيولوجيكال تشينج بتحصل على الثايرويد، ان السايز بتاعه الثايرويد بتزيد، ان التي 3 والتي 4 وخصوصا التوتال تي 3 والتي 4 بيزيدوا، فنخلي بالنا مع العيانين دول ان التوتال تي 3 والتي 4 في الفتره الاولانيه بتزيد. ونعرف كمان من التي 3 والتي 4 بيزيدوا ان التي اس اتش الريفرنس رينج بتاعه بيقل، فنخلي بالنا لو عيانه جات لك في الفيرست تريمستر والتي اس اتش بتاعها على 1/10 ده نورمال. نورمال في ايه؟ في اول البريجنسي، لان هنعرف في الريفرنس رينج بتبقى مختلفه جدا للعيانه البريجننت على العيانه النون بريجننت، لان الهيومن كوريونيك جونادوتروفين في الفتره الاولانيه بيعمل استيميوليشن للثايرويد. فلو جات لك تي اس اتش في اول 3 شهور تي اس اتش على اللور ريفرنس رينج، خلي بالك ده فيسيولوجيكال، ولازم نعمل فولو اب للعيانه بعد كده زي ما قال دكتور ايهاب، عشان بعض الناس او دكاتره النساء بيتلخبطوا فيها قوي انها تكون هايبر ثايرويديزم وبتلخبط معانا في الاول. بس لو احنا عارفين ان ده ما فيش مانيفيستاشن للهايبر ثايرويديزم على العيانه، ونعرف ان ده نورمال فيسيولوجي ممكن يحصل مع العيان. طب شوفوا الريفرنس رينج في الفيرست تريمستر من 1/10 لغايه 2.5، في السكند تريمستر من 2/10 لغايه 3، في الثيرد تريمستر من 3/10 لغايه 3. ولازم الست اللي هتجيلي برضو في اللي هي البريجننت لازم اعرفها الريفرنس رينج دي، عشان ايه؟ لو هي على يعني بتاخد تريتمنت ال ثايروكسين تبقى عارفه الريفرنس رينج، عشان ما تجيلكش كل شويه وتقول لك الريفرنس رينج بتاعي مختلف، تبقى مطمنها لغايه ما بتجيب لك التحليل مره ثانيه. طيب لو الست قبل ما تحمل انا عايز تي اس اتش قد ايه؟ تي اس اتش بتاعي لازم يكون من حوالي من 4/10 لغايه 2.5، لان ده الموست سيوتابل فور اندكشن ان هو يحصل بريجنسي. طيب هنخلي بالنا العيانة هنديها وبدات تبقى في كونسبشن وبدات هتكونسيلد الميديكال ادفايس مجرد ما انها بريجننت، لان حضرتك حتى لو التي اس اتش بتاعك كويس يو ماست انكريز ذا دوز اوف ال ثايروكسين في الايه في الشهور الاولانيه. طب هتزود بقد ايه؟ لو العيانه ماشيه على 50 كل الايه 50 مايكرو جرام كل الايه كل الايام، ممكن حضرتك تيجي في اخر تو دوزز ممكن تزود، يعني لو هي 50 تخلي اليومين الاخرانيين على 100 من 7-9 تابلت انكريز. الريفرنس رينج انت عايز توصل لايه؟ اول شو اول 3 شهور من 1/10 لغايه 2.5، ثاني 3 شهور لغايه اقل من 3، ثالث 3 شهور لغايه اقل من 3.5. اعتقد البريجننت بيبقى دايليما بالنسبه لنا، لان البيشنت اندر جود بودي ماس تشينج، لان الست دي كل في بودي ماس انكريزنج على حسب الترايمستر. كمان في الفيرست ترايمستر احنا بنزود الريكويرمنت بتاعتنا، ونخلي بالنا كمان الانترفيرنس اللي بيحصل بعد كده من الدراجز اللي بنستخدمها زي الكالسيوم والايرن اللي ممكن تانترفير مع ال ثايروكسين والاي والابزوربشن. وعشان كده الستيتمنت كانت واضحه جدا بالنسبه للجايد لاينز، قالت في 4 ساعات فرق او 5 ساعات فرق ما بين ان حضرتك تاخد ال ثايروكسين وما بين الكالسيوم كربونات والفرس ما بين الحديد والكالسيوم، ولازم تنبه على العيانه ان هيبقى عندي 3-4 ساعات فرق. طيب هناخد دايليما تانية، ان احنا العيانين اللي هم بيبقوا على عندهم ثايرويد كانسر احنا بنزود الدوز بتاعتهم، مش بتبقى من 1.6 ل 1.7، ده احنا ايفن كمان احنا بنوصل لغايه 2.2. طيب لو جيت لحضراتكم وديتكم مثال كده وقلت لكم ان ده 67 years old man diagnosed كان عنده ثايرويد كانسر من 15 سنه ريتيرن فور فولو اب، وجاي لحضراتكم ان هو عنده مايلد كونجستيف هارت فيلير وعنده اوستيوبروزيس، التي اس اتش بتاعته كانت سبريست. الابروبريت ادجستمنت فور ذيس بيشنت، احنا دلوقتي راجل كبير وعنده ثايرويد ايه وعنده ثايرويد كانسر، وانا لسه قايله لكم من شريحتين ثلاثه ان احنا نخلي بالنا من البيشنت ده، نقول اوريدي البادي ويت بتاعته هيبقى قليله، ممكن يبقى عنده كاردياك بروبلم، بس لازم ناخد بالنا في الناحيه الثانيه ان البيشنت ده كان عنده ثايرويد ايه كانسر. طيب انا دلوقتي ما بين شقين، ان هزود الدوز للعيان هسيبه زي ما هو كده سبريسد وممكن لا قدر الله يحصل اكسربيشن الكاردياك بروبلم، وما بين ان العيان ده كمان ان انا ايه ارحرح التارجت بتاعي. ممكن العيان ده على حسب الريسك، الريسك ده العيان بقاله 15 سنه وزي الفل وبيرجع لك في كل سنه الامور عنده كويسه وزي الفل، فخلاص انت ممكن ترحرح التارجت بتاع العيان ده وما تخليهوش سبريسد ده فور فير ان العيان ده يدخل يحصل مور اكسسربيشن للكاردياك بروبلم. هنيجي بقى للحاجه المهمه للابزوربشن، الابزوربشن بتاعتي تقريبا بيحصل بعد تقريبا 62-82% بعد الاورال ادمنستريشن بعد 3 ساعات من الانجيشن.
حوالي 70% انجستد فين؟ في بيبقى بيحتاجوا الاسيديتي بتاعه الاستومك فور ايه الابزوربشن الموجوده عندي، وبيحصل فين؟ في الديودينم الكومبليت ابزوربشن، في الديودينم والايه في الجيجينم والايه والاليم. وعليه في اي حاجه هتسبرس الجاستريك اسيديتي دي اكيد هتاثر عندي على الابزوربشن، اكيد هتاثر عندي على الدوزات اللي انا بستخدمها في ال سيروكس. واتحطت ستيتمنت عندنا في الجايد لاينز قال لك اي عيان عنده ريفراكتوري هايبوثايروديزم او بياخد دوزات كبيره جدا جدا من ال سيروكسين لازم تدور عليه على الايه على الاتش ايه على الاتش بايلوري، لان الاتش بايلوري ممكن واحده من الكوزز اللي تعمل ريفراكتوري هايبوثايروديزم وتزود الدوزات اللي موجوده عند حضراتكم. ده السبيسيفيك بوبوليشن يا دكتوره سهام، العيان اللي عنده كاردياك ديزيز او عنده اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، في العيانين دول برضو احنا بنرحله التارجت وشويه ان احنا وي ماست ايه ستارت لو اند جو ايه سلو. طيب ايه كمان الكونسيدريشن اللي بيدخل معايا؟ عندي دراجز ودراجز كتيره جدا، يمكن زميل فاضل ان شاء الله هيتكلم بعديه على الدراجز، بس من الدراجز من الحاجات الكتيره جدا اللي بتقلل الابزوربشن بتاعه الايه بتقلل الابزوربشن بتاعه الثايرويد، وانا ذكرت منها يمكن الكالسيوم والايه الحديد، ويمكن كمان من بعض الحاجات التيروزين كاينيز انهيبيتور، من بعض الحاجات اللي دلوقتي عندنا بنستخدمها بنشوفها كتير جدا جدا بتقلل الدوزز بتاعه الايه يعني بتقلل السيروكسين ابزوربشن. طيب في حاجات تانية؟ الفيتامين سي من الحاجات اللي بتزود يعني بتعمل انهانسمنت للثايرويد ابزوربشن، وكمان الحاجات اللي فيها ايه الحاجات اللي فيها صويا. دي عيانه كده كانت جايه وكانت كنترولد والامور كانت عندها كويسه جدا، بس بدات تشتغل بعض من انواع الدراج اللي هي التيروزين كاينيز انهبيتور، في بعد ما بقت كنترولد بقت ان كنترولد نتيجه انها استخدمت بعض التيروزين كاينيز انهبيتور. وده مثال تاني انها بدات تاخد تاخد السيروكسين او ال سيروكسين بصويا ميلك، يعني بدات ما تاخده الصبح بس تاخده معاه كوبايه ايه لبن الصويا، واحده من الحاجات اللي قللت عندها الابزوربشن بتاعه الثايرويد بتاعه ال سيروكس. طيب هنشوف مع بعض ريليشن تو فود وتايم الفود هناخده امتى. الجايد لاينز كانت صريحه جدا قالك 30 ل 60 مينت قبل الايه قبل الوجبه بتاعتك، او ان حضرتك تاخدها بيفور بريكفاست اور بيت تايم 4 اور افتر ايه اللاست ميل. رمضان جاي كل سنه وحضراتكم طيبين، وبندخل في دايليما كبيره جدا جدا مع العيانين اللي بيبقوا هايبوثايروديزم ديورنج رمضان، ايه الانسب ميعاد ان انا ممكن استخدم او اخد فيه جرعات بتاعه ال سيروكسين ديورنج رمضان؟ اهو يا اما بناخده ساعه الفطار وبنستنى نص ساعه لساعه بنقوم نصلي وبناخده بعد كده، دي حاجه طريقه ما بيصبروش، او ان احنا بناخده على السحور بس بشرط نسحر بدري، او ناخده في نص المسافه بس بشرط الصيام قبل وايه وبعد عشان نضمن اكتر ابزوربشن للال سيروكس. طيب تعالوا بقى في فورميوليشن، احنا الثايرويد مش بتجيب بس تي 3 مش بتجيب بس تي 4 او الفورمولاز اللي احنا بنستخدمها في تريتمنت اوف هايبوثايرويديزم، ده انا عندي تي 3 وتي 4 وللاسف كل الفورمولاز اللي موجوده عندنا كلها تي 4، ففي بعض البريباريشن اللي موجوده بره انها بتبقى كومباينيشن ما بين التي 3 والتي 4، بس الجايد لاينز الى الان محبذه استخدام الايه البريباريشن اللي جواها الايه التي 4. طيب انا عايز اقول لحضراتكم دي الكوزز كومن ريزون فور ابنورمال تي اس اتش 11 على بيشنت ايه كان بعد كده يعني كان على دوزز كويسه وكان جايب نتائج كويسه، وبعد كده التي اس اتش بعده بدا ايه بدا يتارجت او بنسميها ريفراكتوري هايبوثايروديزم. اول حاجه البيشنت نان ادرنت بتاخد الحبايه يعمل حاجه بياخدها وباخدها في وقتها وتحلف وتقول لك بس في 3 4 ايام كده في النص التسم اللي عندي. Decreased الابزوربشن، واحنا قلنا من على راسها الكالسيوم بريباريشن والصويا والانتي اسيدز، ولازم نشوف البروتون بامب انهبيتور ونحلف عليه كمان مع العيانين. بعض انواع التخسيس ادويه التخسيس وعلى راسها الاورلي ستيت، يعني اللي هتاخدي باخد وكذا وما بتاخدش سبيسمن، لو هتاخد يبقى في سبيسمن موجود. لازم نشوف الكونتراسبتيف بيل والاورال اللي هي كونتيننج بيل الموجوده عندها، لان من ضمن الحاجات اللي بتاثر عندي. ويمكن انا ذكرت مع حضراتكم كمان التيروزين كاينيز انهبيتور بعض انواع الانتي ابيليبتيك دراج لانها بتاثر على الايه التريتمنت بتاعتي. طيب كان في فتره كده يمكن من 3 4 سنين احنا ما كانش احنا ما عندناش في السوق المصري غير 2 بريباريشن، يمكن بدات يطلع فيه 3 او 4 بريباريشن موجودين، وكان الناس بيجيبوه مهرب من بره وتروح تسال على علبه الالسيروكسين دي كانك بتسال على مخدرات يعني. ودلوقتي احنا تقريبا الكربي مازول الناحيه الثانيه والسيروسيل بداوا ينقصوا الناحيه الثانيه. فكانت الناس بتغير ما بين ده وما بين ده، ما بين الايه اليوسيروكس وما بين الايه الالتروكسين. فالبريباريشن بتبقى مختلفه، وهنلاقي التي اس
اتش تارجت بتاعتنا اللي موجوده عندنا برضو كانت بتبقى مختلفه على العيانين دول. وفي ادعى واكتر من كده ان بعض العيانين بتلاقيه جايب لك واحده من دي وواحده من دي، يعني شغال بواحده من دي، يعني مثلا هنوصف له دوزس 125 بيروح جايب الالتروكسين 100 وجايب الايه الدوز ال 25 عشان ما فيش 25 من الناحيه دي، وماشي على الناحيه دي والناحيه دي. طب انت ماشي على ايه؟ زي ما الدكتور ايهاب كده بيقول لك دور على الكيس بتاعه وهو فعلا سايروسيل. وكان في عيان عندي برده امبارح كان نفس القصه كده برده، يعني بروح الالتروكسين مثلا واخد 6 اقراص الالتروكسين وهو هايبر ثايرويديزم. ففعلا لازم ندور على كيس العلاج واقول له وريني الحاجات اللي انت بتاخدها. انا كان طفل، وكان طفل يعني حوالي 6-7 سنين كده، وكان ماشي على دوز اللي هي بقى ال 25 حوالي 75، فلقيته مستخدم الناحيه دي والناحيه دي، والتي اس اتش بتاعه جاي 20 او 30. طيب حتى الجايد لاينز قالت لك بيكوز ذا يوز اوف ديفرنت ال سيروكسين برودكت مي سم تايمز بي بي اسوشيتد ويز اولترد تي اس اتش فاليو. فنخلي بالنا ان اللي على واحد وكويس عليه ومكمل عليه يكمل عليه، ما يستخدمش واحده ويستخدم الثاني من الناحيه الثانيه. طيب هو هتفرق معايا ان العيان يبقى التي اس اتش بتاعه عالي او التي اس اتش بتاعه واطي؟ طبعا لو التي اس اتش بتاع حضرتك وصلت بيه اوف اوف تارجت وانت خليت العيان بدل ما هو هايبو هايبو ثايروديزم، انت ممكن تدخله في اتريال فايبريليشن وتدخله في اوستيوبروزس، وكمان يحبذا لو العيان ده عنده اولدر بيرسون، وكمان لو بوست منيبوزا. طيب انت لو يعني ايه المشكله يعني ما يبقى هايبو يعني مش نظبطه قوي، انت ممكن تعمل بروجريشن للكاردياك ديزيز الموجوده عنده، وممكن تزود الليبيد بروفايل. طيب في الترناتيف كوز، في بعض الحاجات احنا بنقابلها واساتذتي بيقابلوها، تلاقي العيان جاي والتارجت بتاعه كويس قوي قوي والتي اس اتش بتاعه واصل للنورمال اللي انت التارجت اللي انت مظبطه، وتلاقي العيان مش مبسوط. مش مبسوط ايه؟ يقول لك برده الست تقول لك انا التي اس اتش بتاعي كويس بس انا مش في المود، انا تعبان، انا تعبانه، انا لسه الشعر بيقع ولسه مش كويسه جدا، وحلفها ان التي اس اتش، وانا عارفه ان التي اس اتش بتاعي مظبوط وانا في التارجت. فلازم ندور على الاذر كوزز اللي ممكن تبقى عامله عدم ساتسفاكشن عند العيانين. الادرينال انسفيشن، الانيميا بكل اشكالها، الايرن بي 12، الايرن ديفيشنسي، الكرونيك كيدني ديزيز، العيانه اصلا اوريدي تكون عندها ديبريشن، لو كمان الليفر ديزيز. يعني الليفر ديزيز واحده من الكوزز اللي احنا بندور عليها بعد ما وصلنا العيان التي اس اتش وما وصلناش بيه ان هو في عدم ساتسفاكشن. الفيتامين دي ديفيشنسي من ضمن الحاجات اللي برضو بتبقى عدم ساتسفاكشن. فلما تلاقي العيان بتاعك واصل للتارجت وفي مشكله ثانيه موجوده لازم ندور على الكوزز دي. كنت حضرتك دكتور بتسأل على الريزونز اوف ريفيرال ولازم مين يحول لمين ويجي. احنا كلنا بنشتغل، معظم الناس بتشتغل ثايرويد، بس ريزون فور اندوكرينولوجي كونسلتيشن ان بيشنت ويز هايبوثايروديزم. امتى بقى حضرتك لازم تبعت العيان ده للعيان اللي ايه للاندوكرينولوجيست لازم يعالجه؟ الايج بتاعي لو يانجر ذان دي من الجايد لاينز على فكره يا دكتور، ايج يانجر ذان 18، لو البيشنت عنده كاردياك ديزيز، لو عنده كو اكزيستنج اندوكرينولوجيكال ديزيز ثانيه غير الهايبوثايروديزم، لو مكسيديما كوما، لو بريجننسي. طيب لو بريزنس اوف جويتر، او لا قدر الله في نوديول، او لو العيان مش مستجيب للعيان ايه للعلاج. كل الحاجات دي مفروض ان انت حضرتك تعمل فيها ايه ريفيرال للعيان على ايه اندوكرينولوجيست. يعني احنا في نهايه اليوم بقى وفي هايبوجلايسيميا، بس اعتقد ان الاوبتيمال تريتمنت اوف هايبوثايروديزم ريكواير ابارتنرشيب بتوين البيشنت والايه والفيزيشن، وكمان الاذر ان احنا الاذر ايه الاذر تخصصات اللي موجوده معانا ان احنا نبقى في مالتي ديسبلينري بالنسبه لتريتمنت اوف هايبوثايروديزم. دايما بنشوف العيان، بنوصل العيان للتارجت بحيث ان احنا ما نوصلوش ولا هو اوفر تريتمنت ولا هو ايه ولا هو اندر تريتمنت. تريتنج هايبوثايروديزم مش جاست بس جرعه الكتروكسين، از بوث ارت اند ساين، اند ثانك يو.